حسين وشيرين زي اي زوجين في عيد الام بيجيبوا هديتين. دخلوا النساجون الشرقيون وهنا بداوا يختلفون. قال لها هجيب سجاده لماما. قالت له انا كمان عايزه لماما. قال لها الميزانيه هتكفي واحده بس منهم. قالت له لو كده يبقى نعمل قرعه بينهم. وقبل ما يلعبوا ملك وكتابه النساجون كان عندهم الاجابه. عرض عيد الام من النساجون الشرقيون: اشتري سجاده ب 564 جنيه واحصل على الثانيه هديه من نفس الصنف والمقاس. تخفيضات وعروض خاصة تانية تصل ل60%، وبكده تقدروا تجيبوا الهديتين وما تزعلوش حد منكم. الناس الشرقيون رواد صناعة السجاد في العالم.